السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم للموجز الرياضي. حقق فريق النصر فوزا صعبا على حساب منافسه الفسيتين، وذلك ضمن اللقاء الذي أقيم في ختام الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، حيث أنهى فريق النصر المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وفي لقاء آخر تغلب فريق النجمة على المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوطين.